انت قاعده وياهم بالبيت؟ لا اي بالبيت. زين شلون عيل يعني لازم تصبحين؟ بس بقول لك شيء مثلا تحبين بيض مفيوح ولا مقلي؟ ولا واحد. اوكي احب البنديكت. شنو؟ البنديكت. هذا شنو البنديكت؟ هذا اللي يحطونه على المفن بالماء. ها هذا لو الصفر اللي يذوب. لا ويدي طلعت ماك تشيكن. ما بقول شيء. شنو بنفكت؟ مو بنفكت. مو بنفكت مال وي. بنفكت هذا الميك اب. انا على بالي بتقولين مانيفيسنت. لا مشكلة ما اعرف اترجمها. مانيفيسنت كاي. لا ما اعرف اترجمها والله. مانيفيسنت تعالي مانيفيسنت. والله ما اعرف اترجمها. المهم لحظة خلينا نشوف. شو اسمه؟ بنديكت. بنديكت. هذا مانيفيسنت. لا هذا مو مانيفيسنت. هذا مو مانيفيسنت. هذا مو مانيفيسنت. زين. ترى انا اختنق ما احب اتحمله. يا الله زين إيه؟ شنو كنت راح اقول ترى طلعت من مود إيه؟ لا عادي إيه؟ لا بس بقول اللي بقلبك قبل لا نطلع من هنا احنا كلنا ترى احنا حتى لا باكر ما يدري بعد ايش بيصير يقول اي شيء اي والله يا الدفع يا الطرد بس لا انا اقول لك يا تدفع ايجار الشقيق يا بيطردك راعي الملك برا تعبت يا بنت العيد هيا هيونا لازم امثل وياك في دور والله بس انا وانت انتي تدري شنو القصه؟ كان صدق ضحكت وياك انتوا ليش تضحكون؟ اقول انطم الو